اوكي تمام. اول شيء تحياتي وسلامي للكل اللي حاضرين معنا في المنتدى الاستراتيجي. اولا نتاسف جدا على الحاجه، يعني مشكله تقنيه في الزوم فخارج يعني السيطره. فطبعا موضوعنا اليوم هو حيكون على الجرين ديجيتال انرجي ذا نيو ابروش فور ليبيا، اللي هو الطاقه الرقميه الخضراء، النهج الجديد لليبيا. يعني هو حيكون موضوع يعني ملخص، مش يعني متعمق بشكل كبير، ولكن حاولوا ان نوضحوا الامور ان كيف النهج هذا الجديد اللي تحتاجه ليبيا يعني في العالم المتغير اللي احنا عايشين فيه الان. يعني فنحاولوا ان نتكلموا على هالمواضيع هذه. يعني اول شيء نتكلموا على بعض المعلومات عن ليبيا من ناحيه المصادر والعدد السكان ومصادر الطاقه طبعا وعدد السكان، باش تكون عندنا صوره واضحه جدا يعني شنو هي الامكانيات الموجوده في ليبيا. وحنتكلموا مره اخرى عن ليبيا الايرادات نتاعها وعمليه الايرادات والصرف. ونتكلموا الموضوع الثالث هو عن الطاقه الخضراء او الطاقه المتجدده يعني. والموضوع الرابع حيكون عن الاستراتيجيات وكيف عمليه اسمها كيف نصنع، يعني كيف نحول الاستراتيجيات هذه لامر واقع يعني، او كيف يتم تحويلها يعني. واخر موضوع حنديره يعني حنتكلموا بصفه يعني ملخصه عن النيو رود ماب، اللي هو خارطه طريق جديده محتاجينها باش نصل من ليبيا الى الطاقه الخضراء الرقميه يعني اللي احنا محتاجينها يعني. فاول شيء حنتكلموا على معلومات عن ليبيا مثلا من ناحيه عدد السكان ومصادر الطاقه. طبعا ليبيا معروفه جدا يعني كبلد غني بالنفط والغاز، ومساحه كبيره جدا يعني، وعدد سكان قليل جدا، ولكن المصدر الاساسي للطاقه في ليبيا هو النفط وبعدها الغاز يعني، ويشكل يعني الاغلب من ناحيه الايرادات الدوله في ليبيا يعني. نلاحظوا هنا في هذا السلايد ان فيه مثلا كميه الاستهلاك من الطاقه غير البديله اللي هي النفط والغاز، كانت لعند 2017 تقريبا 0.57 كوادريليون بي تي يو. بي تي يو هي البريتش ثيرمال يونت، هي وحده قياس الطاقه يعني. فاحنا يعني استهلكنا تقريبا 0.57 كوادريليون يعني لعند 2017 من النفط والغاز. لو نلاحظوا ان ما فيش استهلاك اخر مثلا لطاقه اخرى مثلا ان كانت متجدده زي الشمس او مثلا او الطاقات مثلا الرياح، فغير موجود. الاغلب الاستهلاك هو من الطاقات الغير متجدده، النفط والغاز. لو نشوفوا مره اخرى في المعلومات الثانيه عن استهلاكنا للكهرباء، فاغلب الاستهلاك بتاعنا لعند 2016 تقريبا 34 مليون ميجا وات من الكهرباء لعند 2016، واغلبها يعني كهرباء يتم انتاجها من ما يسمى بالطاقات غير المتجدده اللي هي النفط والغاز. فهذه السبلاي والكونسومشن. لو نشوفوا عدد السكان، ان عدد السكان حاليا في ليبيا تقريبا 7 مليون. لو درنا مثلا تصور ان عدد السكان حيزيدوا لعند 2050 10 مليون كعدد سكان، معناها احنا محتاجين الى زياده في الاستهلاك الكهرباء والزياده في توليد الكهرباء، ومعها طبعا الاستهلاك في الماء. فهذا يعطيك ان حيكون الزياده في الاستهلاك يعني مع يعني زياده استهلاك الكهرباء والطاقه متزامنه مع عدد السكان في البلد يعني. ولكن شنو احنا محتاجين يعني حاليا في السلايد الاخر، ان لازم نشوفوا طاقات بديله باش تساعد او تغطي العدد الزيادي في السكان في البلد يعني. ففيه نوع من القدرات الطاقات البديله، مثلا لو نشوفوا في بعض الدراسات هنا في الجدول الثالث ان فيه طاقات البديله هذه رينيوبل انرجي، عندنا قدره يعني انتاج كهرباء من الطاقه الشمسيه تصل يعني الى يعني كمية كبيرة من السولار الكتريزيتي، وكذلك الكهرباء من الرياح، ومعها مثلا البايوماس نفس الشيء يعني. في الجدول الآخر هو مش جدول سامحوني الرسم البياني هنا، يوضح أن مع 2050 حيتكون نسبة استهلاك الكهرباء والمصادر اللي هي مثلا توفر الطاقة حتنقص للطاقة اللي يسموها مصدر الغاز والنفط،
وهيزيد يعني نوع من كيمو مثلا القدره لاستغلال مثلا طاقه الرياح وطاقه الشمسيه في الرسم البياني هذا يعني. فهذا يعني ملخص بسيط عن المعلومات هذه. الحاجه الاخرى حنتكلم عليها ان واقع الايرادات والصرف في ليبيا، كما قلنا ان الايرادات والصرف هذه بيانات من ما يسمى بالبنك المركزي الليبي. هذه الايرادات والصرف لسنه 2021، لاحظوا في الايرادات والصرف ان في الايرادات نتاعنا عندنا تقريبا حوالي 98% من الايرادات الليبيه هي جايه من بيع النفط، واللي هو حوالي يعني كما قلنا 98 تقريبا 98% من الايرادات البلد هي من النفط يعني. فهذا يعطيك ان مؤشرات ان احنا معتمدين بشكل كبير على الايرادات من النفط، واللي هي تعتبر طاقه غير متجدده يعني. وفي نفس الوقت نشوفه في الصرف، في جدول الصرف، ان تقريبا حوالي 24% هو من الصرف من ناحيه المدعوم او الاشياء المدعومه السبسيديز اللي هو في الباب الرابع، اللي هي اغلبها حتكون صرف دعم للوقود والكهرباء. الكهرباء في ليبيا هي مدعومه من الحكومه، ففيها يعني مثلا واخده نسبه كبيره من الصرف تقريبا 24%. وطبعا الانتاج الكهرباء في ليبيا هو معتمد على طاقه غير بديله، اللي هي طاقه اسمها المصادر من النفط والغاز يعني. فهذه الشكل الايرادات، الجدول الايرادات والصرف لسنه 2021 كمثال. فهذا يعطيك مؤشرات ان احنا محتاجين الى اعاده السياسات الماليه السنويه في ليبيا يعني. فهذه بعض التصورات اللي نحتاج لها ان كيف نعدل في السياسات الماليه الجديده في ليبيا. ان محتاجين الى تحول في الطاقه الى طاقه متجدده، يعني بعيد عن الطاقات اللي غير متجدده النفط والغاز. محتاجين الى اقتصاد متنوع يعني في ليبيا، غير معتمد على فقط على النفط يعني يكون في تنوع في الاقتصاد من ناحيه الاقتصاد اللي هو الجرين ديجيتال ايكونومي. محتاجين الى اسمها تقليل الاستهلاك من ناحيه الاشياء المدعومه مثلا زي الكهرباء والوقود. محتاجين الى ان اسمها نكونوا ضريبه الكربونيه هذه على اسمه فيها الاستهلاك الطاقه الغير متجدده مثلا اللي هي زي النفط والغاز. وفي نفس الوقت محتاجين الى رقمنه او تحول رقمي في الحكومات والمؤسسات الحكوميه باش تقلل في الصرف من الطاقه يعني. وكذلك التحول يسموه فيه النقل الى مثلا استخدام وسائل النقل اللي هي مثلا الكهربائيه يعني نقدر نقول مثلا وسائل النقل المستخدمه الكهرباء يعني، او البديل اسمها للمصادر اللي هي غير متجدده يعني، مثلا باصات تستخدم الهيدروجين والكهرباء يعني. فهذا نوع من التصور لما يسمى بالسياسه الماليه يعني السنويه، نحن محتاجينها باش ان نكون مثلا نتواصلوا او نوصلوا الى الاستراتيجيه لجرين ديجيتال انرجي او الطاقه الرقميه الخضراء يعني. السلايد الاخر حنتكلموا عن الجرين انرجي او الطاقه الخضراء مثلا من ناحيه البيانات ومؤشرات في ليبيا. مثلا بعض الشركات عملت دراسات في افريقيا يعني، واين يعني تجد يعني وين موجوده ليبيا في الموضوع المؤشرات الطاقة البديلة أو الطاقة الخضراء في العالم يعني. فنشوف هنا في التقرير هذا اللي عملته ديلويت أن ليبيا تمثل يعني سوق للطاقة الشمس بشكل كبير يعني، مقارنة مع دول شمال أفريقيا الأخرى مثلا في مصر أو في تونس أو في الجزائر أو في المغرب. فليبيا عندها كما يقول مثلا potential market يعني، عندها السوق قدرة السوق للطاقة الشمسية بشكل كبير يعني، في من ضمن الدول شمال أفريقيا وفي أفريقيا بشكل كبير. طبعا هذا لا يعني فقط عندنا احنا الطاقة الشمسية موجودة فقط في ليبيا اللي هي مثلا متواجدة، ولكن فيه عندنا مصادر طاقة بديلة خضراء حتى هي ليبيا يعني عندها الإمكانيات أن توفرها يعني. فهذه طبعا تقرير من ديلويت، تقرير مهم جدا يعني، يوري لك الاسواق للطاقه البديله في العالم، ويعني وين مثلا القدرات الموجوده يعني.
لو نشوفوا في سلايد الآخر مثلا دراسة أخرى توضح لنا أن مثلا فيها قدرات لإنتاج طاقة بديلة أو طاقة خضراء أو طاقة متجددة في ليبيا من ناحية الرياح، طاقة الرياح والخلايا الشمسية يعني الخلايا الشمسية وطاقة الرياح بشكل كبير. يعني لو نشوفه في الرسم البياني هذا أو في الصورة هذه التوضيحية أن مثلا ليبيا تقدر تنتج كمية كبيرة من الكهرباء لو استخدمنا الخلايا الشمسية في الجنوب الليبي. يعني ليبيا يعني على المناطق الجبلية مثلا في جبل الأخضر في إقليم برقة أو جبل نفوسة في إقليم تريبوليتانيا الغرب الليبي. يعني فهذا يعطيك مؤشرات أن نعم عندنا إحنا إمكانيات للطاقة البديلة متواجدة في ليبيا إن كانت طاقة الرياح أو طاقة الشمسية. يعني طبعا هذا لا يعني أن فقط هذا المتواجد، ولكن هذا القدرات يعني اللي هي مثلا نقول مثلا موجودة بشكل كبير في ليبيا. هو في إمكانية أن احنا مثلا ننتج طاقة من الجيوثيرمال هي طاقة الحرارية الموجودة تحت الأرض يعني، ولكن هذه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي تعتبر الأكثر طاقة يعني إمكانية يعني قدرتها كبيرة جدا في ليبيا يعني. فهذا يعني عن الطاقة المتجددة المتواجدة في ليبيا حسب الدراسات ديلويت والدراسات العالمية يعني. أستاذ معنا دقيقة تقريبا. أوكي حنكمل بسرعة بسرعة. طبعا الاستراتيجيات اللي احنا محتاجينها حاليا ان نحتاج حسب ديلويت تقارير ديلويت وكامستر ان محتاجين الى تحول رقمي، والتحول الرقمي هذا مهم جدا باش نحاولوا ان مثلا نغيروا السياسات الاقتصاديه بتاعنا والسياسات الماليه في البلد. يعني نحتاج الى يسموه انرجي ايكو سيستم اللي هو النظام البيئي للطاقه اللي هو تبدا فيها كلها متصله في شبكه الانترنت واستخدام يعني تقنيات البلوكشين والتقنيات الكلاود يعني السحاب. طبعا هذا جزء من الانرجي ايكو سيستم هو سمارت جريد او شبكه الكهرباء الذكيه اللي يعني محتاجينها باش تكون من ضمن التحول الرقمي يعني. فمحتاجين ان يعني نستخدموا كما قلنا البلوك تشين واسمها طريقه تخزين الداتا واداره الداتا وتحاليل البيانات يعني. الاخر شيء هو الرود ماب على السريع يعني حنكمل اللي هو خارطه طريق. هي هذه خارطه طريق بتاعنا اللي نشوف فيها كتصور لليبيا ان احنا محتاجين الى ثلاث اطوار. الطور الاول باش يعني الطور الاول محتاجين ان نديروا عمليه التحول الرقمي او ديجيتال ترانسفورميشن. التحول الرقمي هذا في النظام المالي والادارات والقطاع الطاقه وأدر يعني القطاعات الاخرى يعني. الطور الثاني هو محتاجين الى تنوع في الاقتصاد او نيو ايكونوميك دايفرسيفيكيشن ان تكون عندنا مثلا استثمار وتطوير في الطاقه اسمها البديله او الطاقه المتجدده. محتاجين الى اقتصاد رقمي من ضمن السياسات التنوع في الطاقه. الطور الاخير اللي هو ما يسمى بالنيو فيسكال بوليسي، محتاجين الى سياسات ماليه جديده في البلد من ضمنها هو يكون عندنا إدارة اسمها نظام إدارة للإيرادات والصرف وكذلك ديجيتال تاكس سيستم يعني يكون عندنا نظام ضريبي رقمي. وكذلك يعني السبب الطور الثالث هذا مهم انه هو يعزز قيمة الشفافية والحوكمة الرشيدة يعني اللي هي ترانسبيرنسي والاكاونتابيليتي والاجايل. فهذه ثلاث اطوار باش نحن نوصلوا الى ما يسمى جرين ديجيتال انرجي او الطاقه الرقميه الخضراء ك يعني للنهج الجديد اللي يعني. هذه اخر سلايد وان شاء الله يعني نكون يعني كملت في الوقت المناسب يعني. كانت سريعه شكرا. ولكن شكرا جزيلا يعني. الشكر موصول اليك، والختام كان مهم في ثلاث الاطوار اللي ذكرتها حضرتك. شكرا جزيلا استاذ.